حتى من غير ما اعدلها يعني، كنت هعدلها بس مش مشكلة من غير ما اعدلها. نشوف. طيب هو لو انا عايز اعمل، عايز اخد المجموعة دي right click loop واحط loop هنا واحط loop هنا، الفكرة في ايه؟ الفكرة ان انا عايز اخد دول عايز اخد دول وافصلهم يو بي اوف بن عشان افصلهم، ومش هدلت رايت كليك اكسترود، هعمل اكسترود بالشكل ده كده، نخلي الزاوية، خلي بالنا بس من الزاوية تمام بالمنظر ده، و اللي انا عايز اوصل ما هو يبقى له بتاع ما اعرفش ده ايه تمام، بس هو يبقى له البتاع ده. افتكر المفروض كنت اعمل تسمية بس ما ماشي. هو فين؟ ايوه هو ده. هو انا عملت ايه؟ انا عملت غلط. كنترول ايه؟ انا طبعا رحت للاولاني، المفروض انا اشتغل على ده، عشان كده عمل معايا مشكلة اكسترود صغير وبعد كده اكسترود كبير. ايوه بالظبط هو كده. رايت كليك بقى وناخد لوب كات. لوب كات عشان نخليه ستيبل عن كده كمان، فهعمل لوب هنا كده ولوب هنا ولوب في النص، ونعمل لوب برضو هنا في النص تمام، بحيث يبقى بالشكل ده. طبعا هي مش غلطة، هي نسيان، المفروض اعمل في الاكسترود كنت اقوله كرييت كاب، بس بدل ما اعمل كنترول زد هروح هنا كده واروح للايدج مود واسلكت البوردر ده تمام، هو البوردر ده كده، وهروح لسكيل كنترول وهاخد اللي جوه، هو عامل ريفرس تاني سكيل طول سكيل اللي جوه، وبعد كده الموف والجو. طبعا هي بصراحة مش ده الحل، او كنترول زد وافتكر لكم لا يصح الا الصحيح يعني، كده كده هي لسه متحددة زي ما هي اهي. يو بي ناخد كنترول ايه كليك اكسترود كريت كاب فوق التسعين، طلع دي بس قدام، خلصنا.
تمام، بدل الوش اللي احنا كنا عاملين هنشتغل فيه، نروح لللوب وهياخد لوب كده، هاخد لوب تاني كده، وممكن لوب في النص خلي ستيبل شوية. بس يعني ايوه كده الدنيا تمام. يعني افتكر احنا اشتغلنا كمية تفاصيل يعني بعدد شعر راسنا، يعني لو كنا عملنا هنا حتى تفصيلة مثلا، لو جينا هنا عملنا كده وعملنا لوب تاني كده ورحنا الفيس مود، شيل ده، خدنا بس خدنا ده كده بس مش اكتر. نفس الحركة المجنونة بتاع المرة اللي فاتت. ايه مش محتاج اقول بقى، لو انت عايز تعمل شارب انت تعمل ايه يعني، اهي انت عايز تعمل شارب هتقوم واخد لوب كات. بس اللوب كات هنا هتزعلك قوي، فدي حلها اللوب كات هنا. أو هتيجي هنا غلط، كنترول زد. هتيجي غلط لأن احنا عاملين روتيشن، والمفروض هنا ناخد لوب كات. بس يا رب ما كنتش جت في حاجة غلط. لا تمام، تمام وبقت شارب اهي. ودي كمان المفروض زيها، وهنا لوب، هنا لوب. دي اوبشنال، عايز تاخدها او تعملها ماشي، مش عايز برضو ماشي. نشيل السبديفيجن ونروح هنا تمام. وافتكر الدنيا كده بقت تمام، وحطينا تفاصيل كتير جدا جدا، وتعرضنا لمشاكل كتير برضو. النقطة دي كنترول A، هاخد كله، انا معرفش هتبقى جاية منين. كنترول A هكليك اوبتمايز، لو ما تشلتش تبقى دي عبارة عن نال اوبجكت، هي دي. ده النال اوبجكت اللي هو اللي جواه كل دول، النقطة السوداء دي. لو انت هتتلخبط في النل في اوبجكت في ديسبلاي قول له خليهولي
سفير، وفي الاورينتيشن اعمله اي حاجه بس بعد كده، عشان بس تبقى انت عارف ان ده نل عشان ما تتلخبطش وبس. ما افتكرش ان في حاجه تانية هقولها خالص، افتكر كده الدنيا يعني وضحت بزياده. انا كل اللي انا زودته هنا قمت جاي واخد دول وقمت جاي بس طالع بيهم لقدام بس. ممكن هي دي اللي انا كنت مزودها. افتكرها كنت رجعت، لا ما رجعتش بيها، خليك سامعين. بس ما افتكرش ان انا عملت حاجة تانية وكده، يبقى احنا وصلنا للنهاية. ما افتكرش. لو شلنا دول نسينا ناخد دول. على فكرة ممكن ناخد كنترول ونسحب أولانية، تمام كده، وكنترول ونسحب التانية. هناخد لوك تاني، هوريكم هنعمل ايه تاني دلوقتي. احنا لو عملنا كده خدنا اللوك ده، بس احنا ممكن نروح على الكام بوينت دول اللي هما اللي موجودين دول كده، واقوم ساحب دول كده. الشكل ده ممكن ناخد كمان لوكات، تمام. عايزين نخليها شارب و لوكات هنا و لوكات هنا كمان، تمام بالشكل. اللوكات الأخير ده ممكن ما يتعملش بحيث يبقى نازل فلو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بس مش هتكلم في حاجة تاني، وكده فعلا نكون وصلنا للآخر. عايز تحل الموضوع شوية، ممكن يعني تحط مثلا لوب هنا كده ولوب. أنا متهيألي ال subdivision surface تقيل شوية، وناخد لوب هنا ولوب هنا ولوب هنا ولوب هنا ولوب هنا. بعد كده هروح كده، كل دول جوه على فكرة. هاخد ده شيفت مع ده شيفت مع ده شيفت مع ده، ورايت كليك اكسترود من غير كاب. هناخد اكسترود صغير وبعد كده اكسترود تاني اكبر منه. يعني لو عملنا كده هنلاقيها بالمنظر كده. نكون وصلنا ل اخر المحاضرة دي. افتكر المحاضرة اللي جاية لما نشتغل على موديل تاني صدقوني هيبقى ابسط من ده، لان انا تعمدت ان انا فعلا اعمل حاجات كتير اوي ده، عشان ابقى راجعنا على اللي فات كله. افتكر المشكلة اللي حصلت دي حصلت بسبب اللوب كات اللي احنا خدناه علشان دي. فده ممكن يتظبط من ده. رايت كليك هقول لوب، لو رحنا كده افتكر لو خد لوب هنا يظبطه، ما ظبطوش. كنترول ال
لازم احطه من عند الاوت لاين، ما ينفعش من هنا. نشيل كده كده. رجعنا لقاوبس. تعال 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 تعال. شيل ده شيل ده شيل ده. تمام، ساعدتك. عايز لوب هنا، هتبقى محلال يعني. شيل تمام كده. خلصنا من الموديل بتاعنا، واشوفكم في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله.